السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم عن المسلسلات السورية لرمضان 2021 والقنوات الناقلة لها. نبدأ مع مسلسل الكندوش وهو من بطولة أيمن زيدان وسامي الجزائري سلافة وخرجي شكرا مرتجى وصباح الجزائري وفندا حمد. تدور أحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي حول شخص غني يعجب بامرأة أرملة تسكن في جوار منزله على الرغم من أنه متزوج. لتبدأ بعدها الأحداث المشوقة، وسيتم عرض هذا المسلسل على قنوات LBC اللبنانية وسوريا دراما وقناة دبي وقناة الشارقة. وثاني المسلسلات السورية على صفيح ساخن وهو من بطولة باسم ياخور، سلم حداد، أمل بوشوشة، ميلاد يوسف، سمر سامي وعلياء سعيد. ويروي المسلسل تفاصيل من ملامح الحياة في دمشق خلال عام 2021 عبر الانطلاق من عصابة تتاجر في النفايات، لتتسع الحكاية إلى شخصيات تتصارع على البقاء بعد هدوء المعارك. سيتم عرض المسلسل على قناة LBC، روتانا دراما وقناة عمان. المسلسلات البيئة الشامية مسلسل حارث القبة وهو من بطولة عباس النوري، سلافة نامار، صباح الجزائري، محمد حداقي، فادي صبيح، نادين تحسين بيك وخالد القش. يصور المسلسل البيئة الشامية خلال القرن 19، إذ تدور أحداثه في الحقبة التاريخية التي كان العثمانيون يحكمون فيها بلاد الشام، أو كما تسمى زمن السفر برلك، كما يسلط الضوء على واحد من أحياء العاصمة دمشق ومكان يعانونه من فقر وجوع وتشرد. وسيتم عرض المسلسل على قناة دبي، قناة لنا، قناة سوريا دراما، فضائية لبنانية، ويذكر أن المسلسل سيستمر 5 أجزاء. مسلسل سوق الحرير في جزئه الثاني وهو من بطولة بسام كوسا، سلم حداد، كاريز، فادي صبيح، نادين تحسين بيك وقمر خلف. وتتواصل الأحداث التي انتهت في الجزء الأول، إذ ينخطف أحد أولاد عمران بسبب غريب الذي عرف أنه شقيقه، مما يتسبب بالكثير من الأحداث المفاجئة والصادمة. سيتم عرض المسلسل على قنوات MBC. باب الحرب الجزء 11 سيشهد عودة ممثلين كانوا قد غابوا عن الأجزاء الأخيرة مثل زهير رمضان، رنا الأبيض، ونظر رواز، نجاح سبكوني، هدى شعراوي، وأمية مار. يبدو أن الجزء 11 من مسلسل باب الحارة سيكون مشوقا لمتابعتنا، لا سيما مع رؤية أوجه جديدة في المسلسل وأيضا عودة آخرين كانوا قد غابوا عن الأجزاء الأخيرة. يشهد المسلسل تصاعد أحداث في زمن الاحتلال الفرنسي بسوريا عام 1945 ويعالج قصصا وحكايات شعبية في الحواري الدمشقية. سيتم عرض المسلسل على قنوات MBC وقناة حواس والتلفزيون الأردني وNTV والمحور والBC والDC. وسنشهد في رمضان 2021 جزء آخر من مسلسل بلوكار وهو من بطولة نادين خوري، سهير رمضان، زامل الزامل، ينال منصور، زينب عرافي، قاسم الحو، وائل زيدان وآخرون. ويستكمل المسلسل أحداث الجزء الأول في حارة البلوكار الشهيرة بصناعة الأقمشة والحرير في فترة الاحتلال الفرنسي للبلاد، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة أسرار هذه الصناعة، بالإضافة إلى جريمة قتل غامضة تحدث داخل الحارة. وسيتم عرض المسلسل على قنوات سوريا دراما، قناة زي ألوان، وقناة دبي، والتلفزيون الأردن. مسلسل خريف العشاق هو من بطولة محمد الأحمد، صفاء سلطان، أحمد الأحمد، حلا رجب، وجين إسماعيل، علا سعيد، حسين عباس. يحكي
في المسلسل قصة ثلاث شبان يعيشون في حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يقررون السعي نحو أحلامهم البسيطة ومواجهة كل التحديات التي تأتي في طريقهم، وذلك بعد أن يتزوجوا من ثلاث فتيات ينتمين إلى بيئات مختلفة. سيتم عرض المسلسل على قناة لنا. يشهد رمضان 2021 عودة للكبير ياسر العزمي في مسلسل السنونو، ويشاركه بالبطولة عابد فهد، بشار اسماعيل، ديما جندي، رجس جبارة. في مسلسل قصة سفينة تجوب البحار وتتوقف في محطات وأماكن معينة ويطرح العديد من القضايا على المحطة. ومن مسلسلات البيئة الشامية مسلسل العربجي، وهو من بطولة باسم ياخور، كاريس بشار، سلوم حداد، وطلال مارديني. وهو مسلسل اجتماعي رومانسي تدور أحداثه حول وقوع عبده العربجي في حفة تسامى ناجية، ويحاول فعل المستحيل للوصول إلى قلبها. المسلسلات العربية المشتركة مسلسل 2020، وهو من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيب. يروي المسلسل قصة عصابة مخدرات، وتؤدي نادين شخصية نقيب في قوى الأمن الداخلي تسمى سما، تقوم بالتحري عن قصي خولي وهو رجل عصابة لديه سوق للخضار يتعامل فيه مع الناس لتغطية أعماله الخارجة عن القانون. تم عرض المسلسل على قنوات MBC. من المسلسلات العربية الأخرى مسلسل 350 جرام، فهو بطولة عابد فهد، سلوم حداد، وكريم رزق الله. قصة حياة محامي في الأربعينيات من عمره يدعى نوح الرئيس، يهوى التلاعب بالقانون وحل جميع القضايا الصعبة، لكن وعكة صحية تقلب حياته رأسا على عقب. ويقود الأطباء إلى إجراء عملية جراحية له وزرع قلب جديد له، لكن هذا القلب المزروع يعود إلى شخص طيب ومرهف الأحساس. يتحول نوح إلى شخص طيب أيضا وقلبه مليء بالرحمة، ويخسر كل حياله القانونية التي كان يجريها سابقا. سيتم عرض المسلسل على قنوات أبو ظبي وقناة رؤية. للموت بطولة ماجي بوغصن، باسم غنية، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، وخالد القنش. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، تثير أحداثه قضايا متعددة تختصر في الطمع والسلطة واستخدام التأثير في تحري الأغراض، وبين الفقر والاقتناع وكل ما يولده ذلك التنافي الهائل بين العالمين.